وكتير بقى أسئلة كتيرة قوي قوي قعدت تقول إيه هي العلاقة الحمضية، وإيه هي العلاقة القلوية، وإنت ليه مركز على الديكات ومركز على الحاجات ديت، فأنا يا ريت تفصلها لنا أكتر. فأنا هقول لكم شوية ملاحظات النهاردة عشان نعرف إيه هي العلاقة الحمضية، وإيه هي العلاقة القلوية، وإيه هي بنستخدمها في الوقت أمتى، ونستخدم في متى، ونستخدم العلاقة القلوية الاستخدام بتاعها نستخدمه أمتى، نستخدمه إن شاء الله. في تغذية العشار الجاف يا أخوانا في حاجة عندنا لازم نبقى عارفينها كلنا، الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية بتنقسم إلى مجموعتين، مجموعة أملاح معدنية كبيرة ومجموعة أملاح معدنية صغيرة. كل مجموعة من المجموعات دي بتحتوي على 7 أنواع من الأملاح. نتكلم على الأملاح الكبيرة، أنا بحكي لكم القصة دي عشان تفهموا القصة ماشية إزاي. الأملاح الكبيرة الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الكلورين، البوتاسيوم والكبريت. لما نيجي نضيف الأملاح المعدنية دي العليقة بنضيفها، خلي بالك، بالجرام، جرام للبقرة في اليوم. الأملاح المعدنية الصغيرة اللي هي زي النحاس، الكوبالت، اليود، الحديد، المنجنيز، السيلينيوم والزنك. لما نيجي نضيف الأملاح المعدنية ديت بنضيفها بالملي جرام. يبقى احنا عندنا نوعين، أملاح معدنية كبيرة وأملاح معدنية صغيرة. افتكروا الكلام ده عشان اما اوصلكم للعلاقة الحمضية تبقى انتوا فاهمين ايه العلاقة الحمضية. أهم حاجة في الأملاح المعدنية الكبيرة الكالسيوم. الكالسيوم هو اللي احنا قاعدين نقول كل الأمراض اللي فات دي كلها عشان خاطره، زيادة أو نقصه، بنتكلم على الكالسيوم. الكالسيوم يا إخوانا بيتواجد في جسم الحيوان أو حتى الإنسان بنسبة 98% في العظم. 2% بس من الكالسيوم الموجود موجود في السوائل بتاع البلازما خارج الخلايا. داخل الخلايا في 1 على 10,000 من ال 2% اللي بره الخلايا، اللي هو اللي داخل الخلايا. المتطلبات ان الكالسيوم ده يبقى موجود والحياه تبقى ماشيه سليمه معاه، عايز 3 من 10 جرام كل كيلو جرام من وزن الحيوان. وعايز لو انا هنتج الحيوان ده هينتج لبن، عايز كمان 1.22 جرام لكل كيلو جرام لبن منتج. عايز برضو اقول لكم بالنسبة للكالسيوم، المعلومات دي كلها لازم تبقوا عارفينها عنه لان هو اهم عنصر، ان معدل امتصاص الكالسيوم 70%. وكل ما العمر بتاع الحيوان زاد قلت قدرته على امتصاص الكالسيوم ده. بعد عمليات الولادة تقريبا كل الابقار بتتحول لميزان سلبي للكالسيوم، يعني بيبقى عندها نقص للكالسيوم. ولما بتبدا كل البقر، ولما يبدا البقر ده ياكل وياخد العليه بتاعته ويلتهم الطعام الكالسيوم بيزداد وبيتحول لايه؟ للميزان الايجابي للكالسيوم. تقريبا عند الاسبوع 6 أو 8 من الولاده. ديت المعلومات دي حطوا تحتها خطوط عشان هنحتاجها لما اجي اتكلم على العليه الحمضيه. طب الفوسفورس اللي هو اهم حاجه، مطلوب من اهم معدن، اهم املاح ملح معدني بعد الكالسيوم الفوسفورس، مطلوب للبقاء حي 1 جرام كل كيلو جرام من الماده الجافه. للانتاج عايز 9 من 10 جرام لكل كيلو جرام لبن منتج. اقل من 4% في الدم يبقى عندي نقص فوسفور مزمن. لو الاربعه جرام دولت بقوا 2 جرام دخلت في الهايبوفوسفاتيميا والاعراض الحاده اللي انتم عارفينها، اللي هو البول مدمم والحيوان يرقد والمشاكل الكبيره بتاع الايه؟ الهايبوفوسفاتيميا او نقص الفوسفور. يبقى كالسيوم والفوسفور عرفتوا كمياتهم في الدم قد ايه، وكمياتهم المطلوبه في الخلايا قد ايه، وكمياتهم لانتاج اللبن قد ايه، كالسيوم او فوسفور. طيب الحاجه الثالثه المهمه اللي ناخدين بالنا منها الماده الجافه اللي انا بحكي عليها كل حب. الماده الجافه اللي هي الدراي ماتر في الابقار القريبه من الولاده، لما الحيوان بياكل عاده دايما بياكل، دايما اقولها من 2 ل 2.5%، دايما بياكل 2% من وزن جسمه اثناء ايه؟ فتره الجفاف، او ممكن 1.8 من وزن جسمه، بتزيد ل3 لما يوصل فين؟ لمرحله الولاده. الكميه ديت
اللي هي الواحد 8 من 10 او الاثنين دي بتقل بنسبه 30% في الاسبوع الثاني والثالث قبل الولاده. يبقى هو استهلاكه في الماده الجافه قلنا 100% هياخد 1.8 من 10. قبل الولاده باسبوعين تقل النسبه دي 30%، يعني لو بياخد 10 كيلو هيبقى واخد بس 7 كيلو. في الاسبوع الاخير من الولاده بتقل الكميه دي خالص، بتوصل 80% او تقريبا ما فيش. يعني هو له 10 كيلو ما بياخدش حاجه خالص. وفي نفس التوقيت اللي هو ما بياخدش فيه حاجه ده اللي هو محتاج وهو في الولاده اقصى احتياج البقره بيزيد. يعني هو ما بياكلش نتيجه لدخله الولاده ومشاكل الولاده واحتياجه بيزداد. ليه بيزداد؟ سرعه النمو بتاع العجل اللي هو الجنين اللي نايم جوه البقره ده. وبالتالي البقره بتحاول تنتج طاقه اكتر. ليه؟ عشان تلحق النمو بتاع الجنين ده تلحقه. وبالتالي بتقوم بتحريك الدهون في جسمها وتحرقها. حرق الدهون ده بيؤدي لك لايه؟ الله ينور عليك، ازدياد ارتفاع الاحماض الدهنيه في الدم، ازدياد الدهون المترسبه في الكبد. ازدياد الاحماض الدهنيه في الدم يعمل لك ايه؟ الكيتوزيس. برافو عليك، انت صح معايا. ازدياد الدهن في الكبد يعمل لك ايه؟ الفاتي ليفر اللي هو الكبد متدهن. يبقى كيتوزيس نتيجه لايه؟ ان هي مش لاقيه وبتضطر تكسر وبتحرق. قله التهاب الطعام في الوقت ده بيؤدي لايه؟ ان الكرش المليان الكبير ده الامتلاء بتاعه بيقل، وبالتالي فرصه لحدوث التفاف المنفحه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي ابو ميزل ديسبليسمنت اللي احنا هنحكي عليها. يبقى شوف القصه ماشيه ازاي. الحيوان بيحتاج في ساعه الولاده كميه كبيره وهو ما بياكلش، وفي نفس الوقت زياده اضطرابات الجنين بيحصل نتيجه لكده، كيتوزيس، فاتي ليفر، ابو ميزل ديسبليسمنت، الامراض اللي انا قاعد ايه احكي عليها. طيب البقره الجافه في فتره جفافها الاولى بتحتاج الى ايه؟ بتحتاج الى عليقه ذات الياف عاليه. خلي بالكم المعلومات دي مهمه جدا. الفتره الاولانيه احنا بنعمل الجفاف على مرحلتين، مرحله من 6 شهور ل 8 شهور و10 ايام، ومرحله من 8 شهور و10 ايام الى الولاده. الفتره اللي هي الاولانيه ديت ما بحتاجش بروتين ولا بحتاج طاقه، ده المثلى الصح. العليقه ذات الالياف العاليه ديت بتكون الفتره الجفاف الاولى. بيحتاج الحيوان الى عليقه واليافها عاليه جدا وتكون قليله في الطاقه وقليله في البروتين. اما بتخش في الابقار القريبه قوي من الولاده الى طعام ايه؟ الله ينور عليك، طاقته عاليه وبروتينه انا قلته قبل كده، لو هي امهات يبقى 12، لو هي عجلات يبقى 15. يبقى تحتاج الابقار الجاف القريبه من الولاده الى طعام ايه؟ ذو طاقه عاليه. طاقة عالية ليه؟ عشان تقدر تقاوم القصة اللي احنا قلنا عليها. خلال الفترة دي انت لازم التركية بتاعتك تحتوي على طاقة عالية وبروتين عالي، بس مش هيبقى زي الحلاب. مرحلة بنسميها ايه؟ انتقالية ما بين اكل الجاف اللي هو 6 شهور ل 8 شهور واكل حديث الولادة. المرحلة ديت اللي احنا بنقول تحتاج الابقار الجافة القريبة من الولادة الى طعام ذو طاقة عالية. ده مهم جدا ان احنا واخدين منا من الحكاية دي. طيب ايه هي الاحماض؟ ايه هي العلايق الحمضية؟ احنا قلنا اتكلمنا الاول في الاملاح المعدنية ذات الشحن اللي هي الكبيرة والاملاح المعدنية الصغيرة. في نوعين من الاملاح المعدنية عندنا، املاح معدنية ذات شحنة كهربائية عالية، واملاح معدنية ذات شحنة كهربائية موجبة، واملاح معدنية ذات شحنة كهربائية سالبة. فخلي بالكم بقى من الكلام اللي بقوله ده، ان البقرة الجافة القريبة من الولادة بتحتاج لطعام عالي وكمية الياف اقل. ان انا بزود المركزات في الفترة القريبة من الولادة عشان اعمل مرحلة الكلوز اب، او يعني اللي هي مرحلة الايه؟ انتظار الولادة. قلت لكم فاكرين ان الابقار 12% والعجلات 15% كروب بروتين، وان الطاقة 1.62% ميجا كالوري. الاملاح بقى المعدنية ذات الشحن الكهربائية السالبة اللي احنا اللي هي الفوسفور والكلورين والكبريت. ديت لما بتزيد في العليقة، يعني العليقة بتصبح بالسالب، يعني عليقة حمضية
يبقى انتوا فاكرين، افتكروا الكلام ده كويس قوي. العلاقه الحمضيه اللي هي بتمنع الميلك فيفر هي عباره عن ايه؟ زياده الايونات عن الكاتونات. يبقى الايونات اللي هي افتكرها نقف هنا شويه صغيرين، العلاقه الحمضيه ايونات اللي هي الكلورين والفوسفور والكبريت، ديت علاقه ذات ايونات شحن كهربي سالب، املاح بعدنيه ذات شحن كهربائيه سالبه. الايونات ديت يا اخوانا لما بتزيد في العليقه يعني الديكات بتاعك تبقى بالسالب، هي دي العليقه الحمضيه. ايه العليقه الحمضيه؟ العليقه الحمضيه اللي هي العلايق اللي بها الاملاح المعدنيه ذات الشحنات الكهربائيه السالبه اعلى من الاملاح المعدنيه ذات الشحنات الكهربائيه الموجبه. دي بحب اعملها ليه؟ عشان امنع بيها خالص حمى اللبن ومشاكل بتاع حمى اللبن، وهقول ليه دلوقتي. العلاقة القلوية بقى هي ايه؟ هي العلاقة التي بها الاملاح المعدنية ذات الشحن الكهربائية الموجبة، اللي هي ايه؟ الكاتيونات او الكاتونات، اللي هي زي الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم، ديات الاملاح اللي هي بيبقى البلاس عليها او الشحن الكهربائية بتاعتها موجبة. صوديوم كالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم، بتبقى نسبة الموجب فيها أعلى والديكات بتدينا بتبقى أعلى. إيه يا دكتور حامد الديكات اللي أنت هتقول ديكات إيه الديكات دي؟ ما هو ده اللي إحنا التغيير أو اللعب في التركيبة عشان نتجنب كل الأمراض دي. إيه هي معنى الديكات؟ هي اختصار لدياتري كاتون أيون ديفرنس، اللي هو ديكات اختصار لكلمة دياتري كاتون أيون ديفرنس. لا لها معامل لها معادلة. المعادلة التكافؤ ده بيساوي ايه؟ الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلوريد زائد الكبريت. يعني ايه؟ لو كانت النتيجة دي بالسالب يبقى دخلنا في الأحماض في العلاقة الحمضية اللي هي مطلوبة في أثناء فترة الجفاف. ما تديش علاقة قلوية في أثناء فترة الجفاف، لازم تدي علاقة حمضية في أثناء فترة الجفاف عشان تجنبك الأمراض دي كلها، تجنبك الكيتوزيس، الميلك فيفر، الهايبوماجنيزيم اللي انا قاعد احكي فيها بقى لها اربع خمس حلقات. لما يتحول الحيوان من جاف الى حلاب لازم اعمل الديكات دي تبقى بالموجب. يعني ايه بالموجب؟ يعني الكالسيوم والصوديوم، الكالسيوم يبقى عالي او الموجب يبقى عالي عن السالب. وافضل افضل معامل يبقى من 380 تقريبا ديكات، ده احسن وقت ناخد فيه اقصى التهاب للماده الجافه. واثناء الجفاف العشار بيبقى السالب من 50 ل 150. انا بحكي ليه القصه الفرق بين الايون الايونات والكاتونات، وايه لفظ الايون هو ايه ذات الشحنه الكهربائيه السالبه، ولفظ الكاتون هو ايه اللي هو الاملاح نازل الشحنه الكهربائيه الموجبه. ليه بحكي في القصه دي؟ بحكي في القصه ديت يا اخوانا عشان الاتي. اثناء فتره احنا فينا شوية صغيرين، اثناء فترة الولادة احنا قلنا الحيوان ما بياكلش، بيجي قبل الولادة باسبوعين ثلاثة بياخد 70% من اكلته، قبل الولادة بيوم ولا يومين بينزوي لوحده ومشاكل الولادة عنده وما ياخدش اكل خالص. لو انا في الوقت ده زي معظم الفلاحين ما بيدهم وبيعملوا بيحصل مشاكل بسبب كده، مدي علاقة قلوية. يعني ايه علاقة قلوية؟ يعني مدي كالسيوم كتير. يعني ايه كالسيوم كتير؟ يعني مدي برسيم كتير. انتوا كلكم عارفين البرسيم غني جدا في الكالسيوم وقليل في الفوسفورس. يعني حولت العلاقه بتاعتي او التركيبه بتاعتي الى علاقه قلويه. اللي بيحصل ايه؟ 98% من الكالسيوم متعان زي ما انا قلت في البون، 2% بس اللي هم شغالين عندك في داخل الخلايا. خلينا بس هنا شويه عشان يعني تركز معايا في الحته دي شويه. اثناء فتره الولاده بيحصل ايه؟ ان الام ما بتاكلش. يعني الكالسيوم اللي قاعده تاخده كل يوم جاي لها من بره ما بتاكلوش. الكالسيوم اللي زي الواحد متعود يجي له اكل من بره وخلاص جسمه ادمن ان هو الاكل ده او الدواء ده او الحاجه دي تجي له من بره، اكسوجينس بنسميها احنا اكسوجينس. بتيجي في يوم الولاده ما بيحصلش اكل للمكان ده، فبيحصل ضروب شديد في نسبة الكالسيوم اللي داخله اللي هي متعودة، اللي هي 2% اللي فيهم القصة كلها. فلو الحيوان مش متعود ان هو يجيب من البون ويدخل يعمل عظم ويدخل جوه الدم
والكالسيوم يشتغل ومحتاجه في الانقباضات بتاع الرحم عشان الولاده هيقع منه. يبقى الكالسيوم اللي انت مديهوله كل يوم في البرسيم كل يوم ده بكميات كبيره، لما هو جه في عز احتياجه ليه ما لقاهوش، اللي هو عشان ما كلش، عشان ما دخلش عنده كالسيوم. فهو عايز عشان انقباضات الرحم تشتغل، عشان الجنين يطلع، عشان المشيمه تنزل، عشان كل ده يتحرك، ما مش لاقيه. وعلى ما يبدا يدي امبلس، يدي تنبيهات للهايبوثالاموس فوق، الحقوا حركوا لي الكالسيوم وحركوا لي من البون، ما بيسعفش الحيوان الحاجه دي. فيعمل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل دروب يشتي في الكالسيوم، فالحيوان يقوم واقع. عشان كده دايما بتلاقي المشاكل كلها في عليقه البرسيم اللي هي قبل الولاده. عشان كده بنقول خلي بالكم من العليقه القلويه، العليقه القلويه لازم نديها في فتره الايه؟ العليقه الحمضيه لازم نديها في فتره الجفاف او انتظار الولاد، لاني بعود العجل او بعود الام انها ما بيجيلهاش كالسيوم بره خالص، فبتشتغل على اللي عندها، كل حبه الحق ادي تنبيه فوق، هات لي البون، العظم، العظم حرك الكالسيوم، ينزل في الخلايا، ينزل محتاجني، لما اجي احتاجه بكميه زياده مش هيخس عليها حاجه، هزود بس الجرعات، زود شويه من المخزون اللي في العظم، هيجي لي في ساعه الكونتراكشن انقباضات الرحم، الولاده الحيوان يخش سليم ويقوم بعد كده معافى ويتحرك معانا. خدت بالكم اهميه العليقه الحمضيه ايه؟ عشان يجنبنا المشاكل دي، بقى مش ميلك فيفر بس، مش حمى اللبن بس، ده حمى اللبن والكيتوزيس وهيمونجازميك تيتني والجراستيت، كل اللي احنا قاعدين نحكي فيه بقى لنا اربع خمس حلقات. يبقى عرفنا العليقه الحمضيه. نتكلم بقى في العليقه القلويه. هي ايه العليقه القلويه؟ العليقه القلويه احنا قلنا هي العليقه التي بها الكاتيونات اعلى من الانيونات، يعني الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم عالي فيها عن الكلورين والايه فوسفور والسلفر. العليقه الحمضيه هي العليقه التي بها الكاتيونات اقل من الانيونات، يعني الكالسيوم فيها قليل. العلايق القلوية بتسبب حمى اللبن. العلايق الحمضية بتمنع حدوث حمى اللبن. العلايق الحمضية بتعمل على تحسين مستوى الكالسيوم في الدم نتيجة اللي انا قلت لك زيادة تحرك الكالسيوم من العظم إلى الدم. وبالطريقة ديت إن الأبقار بتستطيع الاستجابة بسرعة للاحتياجات المفاجئة للكالسيوم عند الولادة. وعند بداية موسم الحليب. يحصل إيه؟ تحسن في مستوى الكالسيوم. الفترة الحرجة ديت يبدأ الكالسيوم يتحسن، والهدف من عالية الأبقار القريبة من الولادة هو إعطاء كمية كبيرة زي ما أنا قلت لكم من الأنيونات اللي هو الكلورين والفسفور والكبريت مقارنة بالكاتيونات اللي هي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم. عشان كده مهم قوي بدي أضيف إلى عالية العشار التقيل ملح الكلوريد الألمونيوم كلوريد المغنيسيوم، نحطهم بكميات أعلى من الشحنات الكهربائيه الموجبه. في الابقار الحلابه بنغير القصه دي خالص، بنزود العليقه القلويه اعلى وبنزود النتيجه توصل ل 200 لغايه 200 لغايه 400، الديكات بتبقى اعلى فيها. ده تقريبا يا اخوانا اللي انا حبيت اقول لكم عليه، ايه هي العليقه الحمضيه؟ ايه هي العليقه القلويه؟ ليه بلعب في الكالسيوم والمغنيسيوم في الفتره الحرجه ديت؟ لو انا ظبطت العليقه ديت كل الحاجات اللي عندي هتقف. لازم اخلي بالي من الديكات، لازم اخلي بالي من الكالسيوم، لازم اخلي بالي من المغنيسيوم، العليقه الحمضيه، العليقه القلويه، ابقى فاهم حتى لما الواحد يقول لك العليقه بتاعته كذا ابقى فاهم شغلي ماشي ازاي. دي ملاحظات بسيطه وحبيت اقولها لكم.